بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. قال الإمام أبو شجاع رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، في كتابه المسمى بغاية الاختصار، قال: ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا. كنا في المرة السابقة قد وقفنا عند هذه المسألة من غاية الاختصار، وهذه المسألة هو يؤسس فيها لشيء يعرض فيه الصلاة ويحتاجه المصلون، بعد أن بين يعني أركان الصلاة وما لكل صلاة من عدد ركعات وإلى آخره، تكلم بعد ذلك عن الصلاة لأصحاب الأعذار. الصلاة لأصحاب الأعذار، نحن تكلمنا على الصلاة للذين لا عذر لهم، وذلك هو الأمر الغالب الطبيعي للناس. ثم بعد ذلك نتكلم عن الاستثناءات، هناك حالة غالبة يقابلها حالة غير غالبة، وهي أصحاب الأعذار. قال: ومن عجز عن القيام، خص القيام لأن العجز عنه أغلب، لأنه قد يعجز عن الركوع، قد يعجز عن السجود، قد يعجز عن الجلوس. هناك بعض الناس يقدر على القيام والطبيب قال له: لا تركع ولا تسجد ولا تجلس، هيظل قائما هكذا، يبقى هو عجز عن القيام. وهذا الذي ذكرته أنا الآن ليس عاجزا عن القيام، بل هو عاجز عن الركوع والسجود وإلى آخره. قال: ومن عجز عن القيام، ويقصد بالعجز هنا ليس مطلق عدم القدرة، يعني ليست القضية أنه سلبت منه القدرة على القيام بمعنى أنه صار عاجزا عاجزا حسيا، بل المراد هنا أن يعني يستطيع القيام لكن يحصل له مشقة شديدة بالقيام. هذه المشقة ضبطها بعضهم بأنها تذهب الخشوع، يعني لو صلى من قيام وكانت صلاته من قيام تؤدي إلى ذهاب خشوعه، فحينئذ صار له عذر أن يصلي من غير قيام. قال: ومن عجز عن القيام في الفريضة، الفريضة هنا خرج بها النافلة، حيث إن النافلة تجوز من غير عذر ومن غير عجز أن يصليها وهو جالس، لكن كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث يكون الثواب على النصف من ثواب القائم، صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم في صلاة السنة. وأما في صلاة الفرض فإذا عجز عن القيام فصلى في الهيئة التي يقدر عليها لم يختل ثوابه ولم ينقص أجره، بل ثوابه وأجره كاملا لمحل العذر، لأنه معذور وما عليه من سبيل. قال: ومن عجز عن القيام في الفريضة لمشقة كما يقولون تلحق به وهي التي تذهب خشوعه، صلى يعني صلى وجوبا جالسا، أي حال كونه جالسا إن كان قادرا على الجلوس. طيب، وإذا صلى وهو جالس ما هي الهيئة التي يجلس عليها؟ قالوا: يجلس على أي هيئة كانت،
يجلس على أي هيئة كانت، مفترشا، متوركا، متربعا. هذه الهيئات مسموح له بأن يأتي بها، لكن هذا على سبيل الجواز. لكن ما هي الهيئة الأفضل وما هي الهيئة الأحسن؟ قال علماؤنا: الهيئة الأحسن إذا كان قادرا على الافتراش يسن له أن يفترش في هذه الحالة. فافتراشه أفضل وأكثر ثوابا من تربعه. عارفين الجلوس تربع ازاي؟ كما تجلسون الآن، يعني الحال يغني عن المقال. كما تجلسون وانت قاعد كده متربع، ده اسمها جلسة الايه؟ جلسة التربع. ومن عجز عن الجلوس، طيب هو عاجز عن القيام وعجز أيضا عن الجلوس، فهذا عاجز عن أمرين، وما سبق عاجز عن أمر. فمن عجز عن الجلوس، يعني إيه عجز عن الجلوس؟ يعني لو فرض أنه صلى جالسا للحقه مشقة شديدة. هذه المشقة قال بعض علمائنا هي المشقة التي تذهب الخشوع، لأن الخشوع مطلوب في الصلاة. فإذا كان هناك يعني هيئة، وهذه الهيئة أو ركن يذهب الخشوع، فأذهب مضمون الصلاة وأذهب حكمة الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. طيب قال: ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا. عارفين الاضطجاع شكله إيه؟ يعني أن يكون على جنبه. ومن عجز عن الجلوس على أي هيئة كانت، من افتراش أو تورك أو تربع، صلى، أي صلى وجوبا، لأننا نتكلم في الفرض، مضطجعا أي على جنبه. طيب على جنبه الأيمن أم على جنبه الأيسر؟ قالوا على الأيمن أو الأيسر، هذا من قبيل السنن لا من قبيل الهيئة الواجبة. لكن الأفضل والأحسن والأثواب والأكثر أجرا أن يصلي على جنبه الأيمن، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب التيامن في كل شأنه. ولو صلى على الأيسر بلا عذر كره، وعايز يصلي على الأيسر على الجنب الأيسر لكنه قادر على أنه يصلي على الجنب الأيمن بلا عذر، يكون مكروها. وفي هذه الحالة عليه إذا صلى مضطجعا أن يستقبل القبلة بوجهه. هو إيه؟ نايم على جنبه. عارفين النوم على جنبه كده أهو أهو. لابد أن يستقبل القبلة بوجهه ومقدم بدنه. مقدم البدن يعني الصدر، يعني لو أخذنا شعاعا من الوجه ومن الصدر لكان موازيا مساويا مقابلا للكعبة، وأما بقية البدن فلا يشترط فيها أن تكون إلى القبلة، يعني ممكن رجله وأصابعه تكون لجهة تانية. وفي هذه الحالة قال علماؤنا: ويجب إن كان قادرا أن يجلس للركوع. يعني التخفيف هنا حصل
في حالة القيام وفي حالة الاعتدال وما بين السجدتين له أن يضطجع فيها مريض شفاه الله وعافاه. لكن إن كان قادرا على أن يجلس ويأتي بالركوع من جلوس عليه وجوبا أن يفعل هذا، وإذا كان قادرا على أن يجلس من اضطجاعه إلى يعني سجوده ويأتي بالسجود من جلوس وجب عليه هذا حيث لم يشق عليه هذا. فإن عجز عن الاضطجاع، عجز يعني لحقه بالاضطجاع مشقة شديدة ضبطها علماؤنا بالمشقة التي تذهب الخشوع. انتبهوا، صلى وجوبا مستلقيا، مستلقيا يعني على قفاه، هكذا يصلي مستلقيا على قفاه، لكن يأتي بمخدة يضعها تحت رأسه حتى يكون وجهه مقابلا للقبلة إن استطاع. طب إن لم يستطع؟ قالوا يستقبل القبلة في هذه الحالة ببطن قدمه، يعني إذا كان قادر على هذا يفعل. في بعض الناس يقول لك ده هو السرير في المستشفى موضوع على هذه الهيئة ولا نستطيع أن نحوله إلى القبلة، ماذا يفعل؟ يترك الصلاة بقى يعني؟ ولا ما يتركش الصلاة، يصلي على حاله، يصلي على حاله لأنه بلغ من العذر مبلغا شديدا. فإن عجز عن ذلك كله، طيب أهو اللي احنا بنقول عليه، عجز عن الجلوس وعن الاضطجاع وعن الاستلقاء، عجز عن كل ذلك، ماذا يفعل؟ قالوا يومئ أو مأ بطرفه، يعني أشار بطرفه بسكون الراء، أشار بعينه، يبقى إيه؟ العين هي اللي هتؤدي حركات الصلاة. ونوى بقلبه ويجب عليه استقبالها إن كان قادرا بوضع شيء تحت رأسه كما قلت لكم، ويومئ برأسه في ركوعه إن قدر وسجوده كذلك إن قدر. فإن عجز عن الإيماء برأسه كده، يعني حتى حركة الرأس ممنوع منه لأنه عامل عملية فين؟ في رقبته، في رقبته. أو مأى بأجفانه، حواجبه، هيصلي بحواجبه ويخشع بحواجبه. طيب قالوا أو مأى بأجفانه، فإن عجز عن الإيماء حتى الأجفان لا تتحرك، قالوا أجرى أفعال الصلاة الواجبة وجوبا وأفعال الصلاة المندوبة ندبا على قلبه. يعني إزاي يجري على قلبه؟ قالوا يجري على قلبه يعني أنه يتخيل كأنه راكع وأنه ساجد، يتخيل في ذهنه أنه يصلي وأنه يأتي بالأركان على هذه الهيئة. طيب انتهينا من هذا. ولا يترك الصلاة ما دام عقله ثابتا، لا رخصة له في هذه الحالة بترك الصلاة لأن مناط التكليف العقل وهو موجود، فلا يجوز له حينئذ أن يترك الصلاة لأنه ما من مجال إلا وله هيئة وكيفية في الشرع. عجز عن القيام له حل وبدل، عجز عن الجلوس له حل وبدل، عجز عن الاضطجاع له حل وبدل،
عجز عن الاستلقاء، له حل وبدل الأجفان، عجز عن الأجفان أجرى الصلاة على قلبه. ما فيش بقى عجز، لا ما يعني لأن ده آخر درجة من درجات العقل. ولذلك كان الشيخ الباجوري يقول: من اعتقد أنه بينه وبين الله حالة أوجبت له ترك التكليف فقد كفر. وهذا معتقد لبعض المنحرفة من الذين خرجوا عن منهج الصوفية. يعني وجدنا بعضهم يقول: أنا جاءني اليقين. يعني إيه يقين يا مولانا؟ يقين يعني وصلت مع الله إلى حالة سقط عني التكليف، يعني ما بصومش خلاص. أي والله رأينا هذا بأعيننا، ما بيصليش، يتجوز 10-15، يعني يتزوج المرأة في عدة طليقها ولا في عدة وفاتها. يقول لك أنا شيخ طليق، ده الصورة دي بقى جات لنا، الصورة دي رأيناها. لكن هؤلاء يقينا لا يعبرون عن التصوف، فالتصوف الالتزام بالتكاليف الشرعية، التصوف هو أن تقيم مرتبة الإحسان بعد إقامة مرتبة الإسلام. والإسلام إيه؟ الخمسة. لكن تقول لي إنك وصلت إلى حالة مع الله اقتضت إسقاط التكليف، لا ده أنت زنديق، ده أنت بس مش زنديق كمان، ده أنت عايز يعني تحد بسيف الشرع. يعني نعمل فيه إيه؟ يعني اللي ربنا يقدركوا عليه. طيب بعد ذلك نتكلم عن يعني مسألة مهمة جدا، وهي مسألة سجود السهو. ولذلك هنا الإمام قال فصل، هذا الفصل يتكلم فيه عن سجود السهو، لكنه بطريقة بسيطة ومختصرة، ولن نطيل كثيرا لأن الكلام عن سجود السهو وتفاصيله وتدقيقاته تحتاج إلى محاضرات لا إلى محاضرة. وهذا الكتاب كما ترون كتاب موضوع للمبتدئين. قال والمتروك من الصلاة. بداية نحن قسمنا الصلاة إلى ثلاثة أشياء: إما ركن، وإما بعض، وإما هيئة. فالذي يترك شيئا من الصلاة، خلي بالك شوف العبارة هنا، علماءنا كانوا يعني في أدق التعابير، يقولون هو قال من الصلاة حتى يخرج الشرط، لأن الشرط ليس من الصلاة إنما هو متقدم عن الصلاة، لأن ما كان من الصلاة إنما هو الركن، وإما هو البعض والهيئة. منها يعني إيه؟ يعني الصلاة تشمله، فالتي تشمله الصلاة الركن والبعض والهيئة. وأما الشرط فالشرط متقدم على الصلاة، ولذلك كان تعبيرا يعني دقيقا للغاية أن يقول من الصلاة، لأنه لا علاقة له بالشرط، وسوف نتكلم عن الشرط، أشك في الشرط وناسي عن الشرط، وكلام طويل في هذا. يبقى لدينا ما يسمى أولاد بالركن، الفرض هنا أراد بها أولاد الركن، والسنة أراد بها هنا البعض بدليل مقابلتها بالهيئة، لأنه قال سنة وهيئة، لأنه قال المتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض وسنة وهيئة. الفرض هو الركن، والسنة
أراد بها في هذا الكلام البعض، بدليل أنه قابلها بالهيئة، والمقابلة تقتضي المخالفة. قال: والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء، يعني أن الشيء الذي يتركه المصلي إما عمدا وإما سهوا إذا كان من الصلاة ما عدا صلاة الجنازة، ثلاثة أشياء، يعني أحد ثلاثة أشياء: فرض عرفناه، سنة عرفناها، هيئة يعني هي التي لا تجبر بسجود سهو. فالفرض بداية كده قال: فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو. بل يبقى احنا بنتكلم عن ايه؟ ذكره داخل الصلاة أم ذكره خارج بعدما سلم؟ هناك حالتان في هذه المسألة: إما أن يتذكر المتروك قبل أن يسلم، وإما أن يتذكر المتروك بعد أن سلم، وفي كل التفصيل. لكن خلي بالك اللي معاك شرح ابن قاسم الغزي حمل كلام المصنف على شيء يخالف الظاهر، وإن كان يعني صحيحا في الحكم لكنه مخالف لظاهر عبارة أبي شجاع. قال: فالفرض، الفاء هذه قالوا بأنها الفاء الواقعة في جواب شرط مقدر التي يسمونها بفاء الفصيحة، يعني إذا أردت أن تعرف تفاصيل ما سبق فأقول لك: الفرض لا ينوب عنه سجود السهو، يعني لا ينوب، يعني عبارة لطيفة كده بسيطة صغيرة، يعني لا يقوم سجود السهو مقام وبدل عن الفرض والركن، لأنه إن ترك فرضا، وترك فرضا بمعنى تركه ناسيا، لأنه لو تركه عامدا وشرع في غيره بطلت صلاته. مثال وصور عشان لابد، بلاش عشان دي علة عندنا في المصريين اللغة العامية، يقولك علشان يعني من أجل لعل، لكن الطلبة الوافدون لا يحبون التعابير المصرية ولا اللهجة العامية، يكرهونها ككراهيتهم للجوع والعطش. هب أنه كان يصلي وقرأ الفاتحة والسورة وقال: أنا لا أركع، هسجد على طول، وسجد، يبقى ترك الركوع والاعتدال عامدا متعمدا، ما الحكم في هذا؟ بطلت صلاته ولا تصح. صورة أخرى: ترك الركوع ناسيا، ظن أنه ركع فسجد، تذكر أنه لم يركع وهو في سجوده، وجب عليه فورا أن يرجع إلى الركوع وأن يركع ثم يعتدل ثم بعد ذلك يسجد، ثم بعد ذلك في آخر صلاته يسجد للسهو، لأنه زاد في صلاته ما لو تعمده لبطلت صلاته. هب أنه ترك الركوع ناسيا، لأن العامد هيروح فين؟ العامد هيروح فين؟ مش هيروح ماليزيا، العامد صلاته مش هتصح أصلا، نسي الركوع، سجد ثم جلس ثم سجد ثم قام وقرأ الفاتحة ثم ركع، هذا الركوع
يحسب له عن الركعة الأولى وما بين هذا الركوع ومحله من الركعة الأولى لغو، لا يعتد به. يعني السجدتين والقراءة الفاتحة لا، ودي بيسموها ركعة يا مشايخ ركعة ملثقة، متركبة كده، متركبة من بعض، ركبت من يعني قراءة الأولى وركوع الثانية وجعلت ركعة واحدة اسمها ركعة ملفقة. يبقى الفرض لا ينوب عنه غيره، لو ترك فرضا وتذكر قبل أن يأتي بمثله وجب عليه أن يرجع إليه ويأتي به، فإن شرع في مثله قام ذلك المثل مقام الفرض الذي عليه، وكان ما بينهما لغو لا عبرة به. واضحين؟ قال فالفرض لا ينوب، يعني إيه لا ينوب؟ يعني لا يقوم عنه سجود السهو. أقول بقى لا خلاص، ما أنا هسجد سجود السهو، وسجود السهو هيقوم مقام يعني القيام اللي أنا تركته، الفاتحة اللي أنا تركتها. لا، سجود السهو سنة أصله هكذا غالبا، والسنة لا تقوم مقام الفرض في هذا. فإذا ذكره، ده بعد الصلاة بقى، لأن احنا قلنا إذا ذكره أثناء الصلاة وجب عليه أن يأتي به ما لم يشرع في مثله، فإن شرع في مثله كان هذا المثل قائما مقام الذي عليه، وكان ما بينهما لغو. فبهب أنه تذكر بعد سلامه السلام عليكم السلام عليكم، ده أنا نسيت الفاتحة من الركعة الرابعة، قام مسرعا أتى بالفاتحة، نوى الرجوع إلى الصلاة وأتى بالفاتحة، ثم بعد ذلك أكمل الركعة، لأن ما وقع بعد الفاتحة من ركوع وسجود وتشهد وجلوس له لا يعتد به، ويأتي بركعة كاملة. سوان اكتب ياد ورقة، ياد اكتب ورقة. فإن ذكره، يعني ذكر ذلك الركن، والزمان قريب، يعني حال كون الزمان قريب، أتى به، يعني أتى بذلك الركن وجوبا، وبنى عليه، يعني وأكمل ما بعده، يأتي بالفاتحة ثم يبني على الفاتحة الركوع والاعتدال والسجود والقيام والجلوس بين السجدتين والسجود الثاني، ثم بعد ذلك يأتي بالتشهد وهكذا، ثم بعد ذلك يأتي في آخر صلاته قبل السلام بسجدتي سهو. وسجد للسهو، وسجود السهو سنة، سجود السهو سنة إذا كان الذي يأتي به الإمام، وإذا كان الذي يأتي به المنفرد، أما المأموم ففيه تفصيل، وسيتكلم عن سجود السهو في آخر الكتاب، آخر كتابي آخر الفصل. يبقى إذا سلم قال السلام عليكم، وتذكر بعد سلامه أنه لم يأتي بركن، وكان، انتبه بقى إلى القيود، لأن متن أبي شجاع خالى من هذه القيود، وكان الزمان قريبا عرفا، وكان الزمان قريبا عرفا،
يعني قرب عرفي. خلي بالك قرب عرفي لأن في خلاف في المسألة دي، كما هو المعتبر. ولم يتكلم كلاما كثيرا لأنه ممكن يطول الزمان وهو قاعد مكانه وما تحركش نص ساعة ربع ساعة، لا طويل، يبقى يجب عليه أن يعيد الصلاة ولا يستأنفها ولا يبني عليها. أو استقبأوا يعني مشى مشيا طويلا، كان بيصلي هنا راح دخل الأوضة الثانية وهو في الغرفة الأخرى تذكر أنه لم يأتي بقراءة الفاتحة من الركعة الرابعة، عليه أن يستأنف لا أن يبني على ما فات. أو بعد أن انتهى من الصلاة تكلم في التليفون ألو، وظل يتكلم نصف ساعة، عليه أن يستأنف ولا يبني على ما سبق. أما لو كان الكلام قليل أقل من 6 كلمات وأفعال تحرك بأفعال قليلة لا تبطل بها الصلاة على التوالي، فإنه في هذه الحالة له أن يعود مرة ثانية في الصلاة وأن يأتي بالمتروك ويبني على ما يأتي. وسجد للسهو تكلمنا فيه، طب وهيسجد للسهو ليه هنا وهو يعني قد أتى بالركن؟ قالوا سجد للسهو لأنه قال السلام عليكم السلام عليكم ناسيا أنه ترك شيئا، فقد أتى بركن أو أتى بشيء لو تعمد الإتيان به لبطلت، لأن احنا عندنا قاعدة ما أبطل عمده يسجد لسهوه، ما أبطل عمده يسجد لسهوه غالبا. والسنة إن تركها المصلي لا يعود إليها بعد التلبس في الفرض. يعني صورتها كده، عندنا 2، السنة اللي هي يا مشايخ بعض، والسنة إن تركها المصلي لا يعود إليها بعد التلبس، تلبس يعني بعد الشروع، وهنتكلم على ما المراد بالتلبس، إيه ضابط التلبس، لأن دي ضوابط ومصطلحات فقهية. بعد التلبس بالفرض، الفرض اللي هو يا مشايخ اللي هو الركن، مثلا ترك التشهد، احنا عندنا 2، لأن عندنا البعض أو السنة في هذا المصطلح في 2، المكان الأول التشهد الأول، المكان الثاني القنوت، بس كده. وداخل التشهد الأول في عدة أبعاد، وداخل القنوت في عدة أبعاد، ولذلك عد المتأخرون الأبعاد 20 بعضاً، عد المتأخرون الأبعاد 20 بعضا، وتكلمنا عنها في كلام طويل. هب أنه قام من التشهد الأول وشرع منتصبا هكذا، ثم تذكر أنه نسي التشهد الأول، هل له أن يعود إليه؟ قالوا لا، ليس له أن يعود إلى التشهد الأول بعد أن استقام وإن لم يقرأ الفاتحة، لأن الاستقامة دي ركن، فقد تلبس بركن أو وصل كما يقولون إلى محل
تجزئ فيه قراءة الفاتحة بأن كان إلى القيام أقرب منه إلى الركوع، أو نجعل الضابط هكذا، وصل إلى وضع تجزئ فيه قراءة الفاتحة فلا يجوز له أن يعود. لماذا؟ قالوا لأن التلبس بالفرض، ده شرع في فرض، والبعض هذا أو التشهد سنة، فكيف يترك الفرض ويعود إلى السنة؟ الفرض أوجب. أو ترك القنوت ثم بعد ذلك سجد ومكن رأسه ووضع أعضاءه على الأرض، وهذا هو الجزء السجود المجزي، لا يجوز له أن يعود إلى القنوت. طب ولو عاد؟ يبقى لا يجوز، بمعنى يحرم عليه إن كان عالما عامدا. طيب إن عاد إلى التشهد الأول بعد أن تلبس بالركن، أو عاد إلى الاعتدال والقنوت بعد أن تلبس بالسجود، قال إن كان عالما بالتحريم عامدا بطلت صلاته لأنه بيلعب، وإن لم يكن عالما جاهل وعاد لا تبطل صلاته لأنه معذور. وخلي بالك كمان حتى إن العذر بالجهل بهذه الفروع بيبقى مختلف بالأزمنة، يعني في زمان كان لا يعذر فيه الناس لأن الناس كانت مقبلة على العلم والمشايخ والعلماء، أما الآن هذه المسائل طلبة العلم الشرعي ودكاترة الجامعة الذين يدرسون الفقه لا يعلمون هذه الأحكام، آخرهم بس شوية محاضرات كده وخلصت. فيجي العوام اللي هم أصلا ما درسوش لا يعذرون، لا يعذرون بجهلهم. فمن ترك التشهد الأول مثلا فذكره بعد اعتداله مستويا لا يعود إليه، يعني لا يجوز له أن يعود. فإن عاد إليه يعني إلى التشهد الأول عامدا عالما بتحريمه يعني بتحريم العود بطلت صلاته لأنه متلاعب، أو ناسيا أنه في صلاة ولأنه قد زاد في صلاته ما ليس منها، أو ناسيا أنه في صلاة، ده هو نسي أنه في صلاة فلقى نفسه قاعد وأنا إيه اللي مقعدني، فقام وبعد ما قام إيه ده أنا في صلاة، كل ده مش بلسانه بعقله، أو نسي أنه في صلاة، أو جاهلا يعني جاهلا بالحكم لم تبطل صلاته ويلزمه القيام عند تذكره، وإن كان مأموما، افرض بقى أنه هو مأموم، ده بالنسبة لي يعني ما سبق هذا بالنسبة لي المنفرد وبالنسبة للإمام. طب المأموم ونراها كثيرا وكمان حصلت لنا، ايه المشكلة يعني؟ يبقى الإمام يعني جالس وبعض المأمومين ينسى ويسعى عليه ويقوم هكذا ويستوي قائما، والإمام يجلس للتشهد الأول، يجب عليه أن يعود إلى متابعة الإمام. يبقى هناك فرق بين المأموم وبين الإمام، الإمام والمنفرد فيهم هذا التفصيل الذي ذكرناه، المأموم لو استوى قائما حال كونه ناسيا وجب عليه أن يعود. لماذا؟ قالوا لأنه مع النسيان فعله كلا فعل، لا يعتد بهذا الفعل. رقم اثنين عليه أن يعود لمتابعة الإمام. أما إن كان عامدا
قال انا مش هسجد انا لله، مش هجلس للتشهد الاول، وسوف استوي قائما. قالوا يجوز له ان يعود، يجوز له ان يعود ولا يجب عليه ان يعود. لماذا؟ لانه قد تلبس بركن وبفرض وفعله معتبر لانه قاصد. طيب يا مشايخ، لكنه يسجد للسهو، يسجد للسهو عنها. لماذا؟ لأنه دخل في صلاته نقص وخلل، وسجود السهو يعني كأنه يعني يسد الخلل ويجبر النقص الذي عرض لصلاته. هيئته لا يعود إليها بعد تركها، ولا يسجد للسهو عنها. الهيئة هي السنة التي لا يطلب سجود السهو لها، لا يعود إليها بعد تركها مطلقا، سواء تركها عمدا أم تركها سهوا، وسواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. ولا يسجد عنها للسهو، فإن تعمد وسجد عالما ب يعني أنه لا يسجد لها وأن السجود لها حرام، بطلت صلاته لتلاعبه، ولأنه قد زاد في الصلاة ما ليس منها. طيب، وإن كان جاهلا ما يعرفش، خلي بالك ده الإمام مالك كمان بيقول إن السورة يسجد له، وإن كان لم يعلم الحكم وسجد للسهو وهو لا يعلم أن يعني الهيئة لا يسجد لها، بطلت صلاته. وهذا السجود الذي سجده يعني هاب ان هو سجد للهيئة وهو لا يعلم ان الهيئة لا يسجد لها، هذا السجود الذي سجده حصل به خلل في الصلاة، والخلل الذي حصل يحتاج الى سجود اخر حتى يجبره. طب انت بتقول هو مش عارف، ما ممكن يعلم وهو في الصلاة، ممكن يكون قاعد في مجلسنا ده وسجد للهيئة فسمع الحكم الشرعي وإحنا بنعطي الدرس، فماذا يصنع؟ هيسجد سجدتين لجبر السهو الذي أو لجبر الخلل الذي وقع في صلاته، لأنه قد زاد سجودا لا يطلب فيها. وقالوا بأن سجود السهو، انتبه لأن هذه فائدة نكتة، أن سجود السهو يجبر ما وقع قبله ويجبر ما يقع بعده ويجبر ما وقع فيه. نقولها تاني، سجود السهو يجبر ما يقع قبله، هب أنه قبل أن يسجد للسهو تكلم ناسيا كلاما قليلا ثم تذكر يسجد للسهو، وسجود السهو الذي يأتي به جبر ما وقع قبله. هب أنه سجد للسهو وقبل أن يسلم تكلم ناسيا، السجود الذي سجده قبل أن يتكلم ناسيا جبر ما وقع بعده. هب أنه وهو يعني يسجد للسهو وجالس بين السجدتين تكلم ناسيا، سجود السهو جبر ما وقع فيه. ولذلك احفظ هذا الضابط، سجود السهو يجبر ما وقع قبله وما وقع بعده وما وقع فيه. ثم قال بعد ذلك وإذا شك، المراد بالشك هنا مطلق التردد، سواء كان باستواء 50 و50، 50% و50%،
أو كان يعني 70 و30 أو كان 30 و70، فالشك هنا يشمل الظن الغالب ويشمل الشك الذي هو باستواء ويشمل الوهم. فالمراد هنا من الشك مطلق التردد. الشك المراد به هنا مطلق التردد. قال: فإن شك في عدد ما أتى به من الركعات، يعني قال يا ترى أنا صليت، وهذا يحدث كثيرا للناس، هل أنا صليت 3 أم 4؟ يا ترى الركعة اللي أنا فيها الآن هذه هي الرابعة أم الثالثة؟ تردد في هذا 70% أنها الثالثة و30% أنها الرابعة مثلا. ماذا يصنع ذلك الرجل؟ قالوا: يبني على اليقين، يعني يبني على المتيقن، والمتيقن هو الأقل، اجعلها 3 مع أن احتمال تبقى 4 وتبقى زيادة، لأنني لو جعلتها 3 سأصلي 3 وأضيف إليها 2 أخرى، هذه 2 الأخرى احتمال تبقى 5، تبقى الصلاة 5. وهذا بعد ذلك نسجد فيه للسهو. طب لماذا لا أبني على أنها 4 وبنيت على أنها 3؟ قال: لأن الأصل عدم الرابعة، لأن الأصل عدم الإتيان برابعة. ويأتي في هذه الصورة بركعة تامة، لأن احتمال أن أنا ما كنتش صليت 4، ده أنا هو واقف بقول يا ترى دي 3 ولا دي 4، مش قادر. ولا يسجد ويسجد ويسجد لا يسجد ازاي؟ بنى على اليقين وهو الأقل، وسجد للسهو، عليه أن يسجد للسهو من قبيل السنة. وإن زال شكه قبل السلام، حتى وإن كان قبل السلام قال لا الحمد لله أنا افتكرت ده هم كانوا 3 وأنا أتيت بعدها برابعة، أنا لما كنت واقف متردد يا ترى هذه هي 3 أم 4 وترددت فقمت وأتيت بالرابعة هذه، ثم بعد ذلك يعني جلست للتشهد وأنا في التشهد تذكرت أنني صليتها مضبوطة. قالوا: لماذا؟ لأن حصل شك وحصل تردد مع احتمال الزيادة قبل السلام، فاستوجب ذلك سجود السهو. طيب هل يا ترى إن أنا أعمل بقول غيري؟ افرض إني في واحد جنبي وعمال يعد الركعات ويكتب الركعة الأولى، الركعة الثانية، الركعة الثالثة، ولما حصل لي تردد وشك اللي جالس جنبي بيعد الركعات نبهني على أن الصلاة يعني بها خلل وأنني وقعت في شيء وأنا متذكر أنني لم أقع في خلل، فهل أعمل بقوله أم بقولي؟ قالوا: لا، تعمل بقولك أنت ما لم يكن ذلك المخبر قد وصل إلى عدد التواتر، فإن وصل إلى عدد التواتر تركت قولك الذي يفيد الظن لقوله الذي يفيد اليقين. قال: ولا يعمل بقول غيره ما لم يصل ذلك الغير لعدد التواتر على المعتمد، لأنه إذا وصل إلى عدد التواتر فقد أفاد قوله اليقين، ولا يجوز ترك اليقين والعمل بقول نفسه الذي هو مجال الظن. قال: وسجد وسجود السهو سنة، سبق الكلام على ذلك وقلنا بأنه سنة في حق الإمام وفي حق المنفرد،
أما في حق المأموم فقلنا بأنه يكون واجبا متابعة لإمامه إذا أتى به. ولذلك قالوا إذا أتى به الإمام صار بالنسبة للمأموم كالركن. إذا أتى به الإمام صار بالنسبة للمأموم كالركن، ومحل وجوبه على المأموم حيث فعله الإمام قبل السلام، يعني يجب على المأموم أن يأتي به متابعة لإمامه إذا أتى الإمام به قبل أن يسلم. فإن أتى به الإمام بعد سلامه فلا يجب على المأموم أن يفعله كذلك. لماذا؟ لأنه بالسلام قد خرج من الصلاة. كيفية سجود السهو؟ سجود السهو مثل سجود الصلاة في واجباته التي ذكرناها قبل ذلك، وهو أنه ينبغي عليه ويجب عليه أن يعني تباشر جبهته الأرض، ويجب عليه أن يتحامل عليها بحيث إنه لو كان تحتها قطن لانكبس، ويجب عليه كذلك أن يسجد على 7 أعضاء على المعتمد. ومثل سجود الصلاة في واجباته وفي سننه قلنا، يبقى أولا يجب أن يضع جبهته على الأرض وأن تباشر جبهته الأرض، ويجب عليه كذلك أن يطمئن فيه، ويجب أن يتحامل على جبهته وهكذا، ويجب كذلك أن يكون منكسا بحيث إن أعاليه تكون منخفضة عن أسافله، يعني تكون العجز مرتفع والرأس منخفض اللي هو التنكيس. طب ماذا يقول فيه؟ قالوا يقول ما يناسب الحال، بأن يقول سبحان من لا يغفل ولا ينام، هذا إن كان حصل في الصلاة سهو، فإن كان حصل في الصلاة شيء متعمد فيستغفر الله سبحانه وتعالى لموافقة الحال. ولا بد من نية من غير تلفظ، يعني سجود السهو يحتاج إلى نية، لأنه مش داخل في نية الصلاة، وإذا لم يكن داخلا في نية الصلاة فيحتاج إلى نية منفصلة، ويقولها بقلبه ولا يتلفظ بها، لأنه لو تلفظ بها بطلت صلاته. أما المأموم، هذا بالنسبة لي الإمام، يبقى جنبها كده الإمام والمنفرد. أما المأموم يعني لا يحتاج إلى نية لأنه تابع لإمامه، لأنه محض آلة، قالوا له قلد إمام، ائت بما أتى به الإمام من ألفه إلى يائه. وكم يسجد في سجود السهو؟ قالوا يسجد في سجود السهو 2 سجدات. إن سجد سجدة واحدة ناويا الاقتصار عليها، الكفاية عليه بقى، يعني كفاية واحدة وأنا عملت إيه يعني؟ هكتفي بواحدة عشان الوقت كده، يعني العيش قرب يخش. إن نوى الاقتصار على واحدة بطلت صلاته، لأنه إن كان عامدا عالما، لأنه قد شرع في المبطل، اقتصارك على واحدة شروع في المبطل، وشروعك في المبطل يبطل الصلاة. وإن لم يقصد ذلك بل عنا له بعد الأولى أن يترك الثانية، بعد ما أتى بالأولى ظهر لأنه خلاص يقتصر عليه، قالوا لم تبطل صلاته، ولكن يجوز له بعد أن يعن له أنه لا يفعلها أن يفعلها. افرض أنه هو بعد ذلك عن له وظهر له أن لا يفعلها،
ثم يعني جلس قليلا هكذا وفكر قال طب ما نعملها خلاص اعملها يا سيدي قبل السلام، ويكون ذلك قبل السلام وهذا محله عندنا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روي أنه كان آخر الأمرين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسجد للسهو قبل السلام، روى ذلك الزهري. ولا بد من كونه بعد إتمام التشهد، خلص التشهد، خلص الصلاة على سيدنا رسول الله، انتهي من الدعاء ثم بعد ذلك يسجد. ولو سجد قبل إتمامهما بطلت صلاته، لأنه قد زاد في الصلاة سجودا لا يطلب فيها إلا بعد أن يأتي بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبما يفوت؟ قالوا يفوت سجود السهو بأن يسلم عامدا عالما بالسهو، وبيقول السلام عليكم السلام عليكم، عارف إنه هو عليه سجود سهو ومطلوب منه سجود سهو ومتعمد ولم يكن ذلك سبق لسان، وفي هذه الحالة يفوت سجود السهو ولا يأتي به بعد السلام حتى وإن قصر الفصل بين سلامه وبين إرادته أن يأتي بسجود السهو. لكن لو سلم ساهيا السلام عليكم السلام عليكم وبعد ذلك يعني فاصل قصير عرفا تذكر أنه يعني عليه سجود سهو ينوي العودة إلى الصلاة ثم بعد ذلك يأتي بسجدتي السهو ثم بعد ذلك يخرج من صلاته، وبعوده إلى الصلاة يتبين أنه لم يخرج من الصلاة. هنا في فائدة، الساعة كام يا ابن؟ بس هذه الفائدة نقولها في درس قادم أو خلاص.